الدويلي، هتكلم النهاردة زي ما اتكلمنا على حدوتة صعيدية، انا هتكلم عشان راس السنة اللي احنا النهاردة فيه الجمعة 31/12. الحكاية اللي عاوز احكيها اخوكم عبد الرحيم الشندويلي، ان طلعنا في بلدنا في الصعيد الاول ما نعرفش ايه هي راس السنة، ما فيش احتفالات. اننا في مصر بتحتفل طول السنة وليها احتفالات كبيرة، لكن لم أني بالنسبة لي جيت في مصر 31/12/73، وده كانت لي أول حياتي لما جيت مصر، وكانت لابوشة الخير معي، السعادة والخير ربنا أكرمني وكرم وما انساش هذا اليوم. فيوم 31/12 دي ليه ذكرى طيبة عندي، ذكرى طيبة عشان حياتي بدأت من جديد، سبت الصعيد وجيت مصر. لكن قبل ما أحكي لكم على جيت الصعيد، أنا عندي 12 سنة، سنة 60 كنت رحت اسكندرية وشفت برضه إيه راس السنة في اسكندرية. اسكندرية لها طقوس جميلة جدا جدا، متهيألي ما في زيها في العالم. إيه هو الطقوس الجميلة في اسكندرية؟ الطقوس الجميلة يوم راس السنة تبدأ الأنوار تطفي الساعة 12 بالضبط، وكل واحد جنب أخوه يقعد يحضن ويبوسه ويتمنى له بالسعادة في السنة اللي جاية جديدة. اللي جنبه كل واحد في قاعدته في بيته، جنبه مراته، جنبه بنته، جنبه أخوه، اللي جنبه بيبوسه ويحضن فيه بوسه. يطفي النور حوالي 5 دقائق، الناس تبقى عايدة على بعضيها وتبقى فرحة وقاعدة جميلة في البيوت، وجايبين السداني واللب والحلويات واحتفال في البيوت براس السنة. الاول احتفلت من اول قبلها باسبوع، بيحضروه لي ويطبخوا لي. ده شفت في اسكندريه، ده شفت اسكندريه قبلها باسبوع بيحضر، لكن في يوم كده يقعد يستنوا ويغنوا، يحضروا الاغاني والرقص والبتاع قبليها. وكله مثل راس السنه ما تقتصرش على فئه، لا مسيحي ولا مسلم، هي راس السنه بتاعت الجميع. دي اللي شفت في اسكندريه. المهم بعد ما تخلص الساعه 12 وطف النور، تبدا اسكندريه ترمي في السطوح بتعمل الشبابيك بتاعها الكوبايات والطبق الصيني، اي حاجه قديمه بتلاقي اسكندريه. والله ان كنت في كليوباترا، وكليوباترا دي كانت فيها جماعه خواجات من اليونان، قالوا لو كنت عارف اليونان، هي كنت صغير ما اعرفش، هم بيفهموني باسكندريه، يا كنت خواجات هم كده، خلي بالك ما تطلعش، بس كنا نقعد تحت البيت او على النص زي ما يسموها او على الامه، ونشوف الكوبايات. الشوارع دي كانت تبقى مليانه طخ 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 على بعضين، كوبايات وكوبايات ازاز وطبق صيني وطبق كبيره، احتفال. لكن بس اللي شفته مش بس في كبرت وادركت بنفسي، لقيت عظمه مصر كل احتفالات. ولو بصيت معاي، مصر يمكن الدوله الوحيده في العالم كل احتفالات، ما تعتبرش بس براس السنة، هنا كلنا احتفالات. والله احتفالات براس شم النسيم، شم النسيم دي يوم عظيم عندنا، كله يحتفل مسيحي ومسلم. ده شم النسيم ده بالنسبة لنا، ومتهيألي سألت عليه وسألت قال لك الله في مصر. طب وفانوس رمضان؟ قال لا إيه ده في مصر ما حدش. طب والكنافة والقطايف؟ قال لك في مصر كلها احتفالات. وبعدين يا حبيبي خش على أو احتفالات إسلامية، أول رجب ونص شعبان والأيام اللي كلها احتفالات، حتى في الصعيد أولاداتي. والله كان في بلدنا، وكان بيتكلم على سنة 60 أو 59، كان احتفال بيوم النيل، ويوم النيل ده هو كان غناه مش عارف مين حافظ، الشاعر الكبير بتاعنا مش عارف مين حافظ، ده هو كان يغني يوم النيل كده، يوم النيل، وأم كلثوم غنت وكله غنى ليوم النيل. وإذا شفت يوم النيل، أمه الله يرحمها كانت بتذبح لنا بط أو وز أو حمام أو تعمل لنا فطير أو مصبوبة، والناس تزغرت لما يطلق النيل، جاي النيل ده مصر، ده المصريين دول هم، اللهم صل على النبي ما عندهمش حزن، المصريين دول هم كل أيامهم فرح. والله العظيم يا ولاداتي المصريين دول هم دولة ناس عظام، هي مصر ده هي مش كلها فرحة؟ لو بصيت على مصر إحنا ما نحبش الحزن خالص، ان بلد بسيطه مهما كان فينا، يقول لك دوله ثالثه على الاقتصاد، والله ان مبسوطين
وبلدنا مبسوطة وحلوة أي حاجة بترضيني. ليه؟ إن فينا هنا طب والله بلدنا ولداتي الكنيسة جنب الجامعة، والله بلدنا شد ولو نزلت في الكنيسة جنب الجامعة، وما فيش فرق بين المسيحي إن نروح نعيد عليهم ونشاركهم في أفراحهم وفي لو عندهم ميت نروح نعزي. ما طلعت قال الأيام دي يقول قال إيه إرهاب، والله ما عندنا إرهاب، والله العظيم ما عندنا إلا الفرح والسعادة. طيب شفتوا في بلد في الدنيا تحتفل زيني برأس زي السنة؟ طب والله العظيم الحج عندي يوم رأس السنة بتبقى جمع أولاده هنا في البيت وجاب لنا سداني وجاب لنا لب والحجة طبخالهم وعمل لهم رقاق وعمل لهم حاج والعيال قاعدين بزغرة وفرحانين، ولما بيطفي النور قال يحضنوني اللي يقول لي يا جد ويقول لي يابا. ليه بقى الاحتفال؟ عرفني ان كل واحد السنة اللي عدت كل عدى فيه سعادة ليه، فبيحمد ربنا على السعادة اللي حقق فيها الخير بتاعه، ويتمنى اللي ما حققوش في السنة اللي فاتت يحققوا في السنة الجاية. فالسنة فاصلة بين اللي فاتت وبين اللي جاي. صح العمر بيد الله، بس الناس عندها أمل. الأمل إيه؟ في السعادة. وطول ما أنت عايش بتتمنى السعادة، النجاح لأولادك، النجاح لأحفادك، تتجوز بنت ما كانتش اتجوزت، تتجوز ولد ما كانش اتجوز، ما كانش عندك شقة بتدولك على شقة. ما الدنيا طول ما أنت عايش فيها أمل، ولما تخلص السنة ورأس السنة بتتمنى تقول يا رب السنة الجاية أحقق، نجح لأحفادي، جوزت بناتي. فكل واحد عنده أمانة. ومين في مصر؟ هو عند المصريين. أنا طبعا ما سافرتش برا لأمريكا، بس لما بسأل اللي سافروا برا ولاد أختي في أمريكا ولا في ألمانيا ولا بتاع بقول لك يا خالي مصر ليها ملهاش حل أبدا، المصريين دول هم عصام والله العظيم. مصر كل هناك كل فئة تحتفل بطفتي، لكن هنا مزيتنا المصريين هنا المسيحي مع المسلم والغني مع الفقير والضعيف مع القوي، ما بنفرق شيء ابدا ابدا. ليه؟ ان هي مصر. فعظمة مصر وانا بحمد ربنا اللي انا بقيت من مصر، وانت احمد ربنا اللي بتسمعوني اللي عايشين معايا في مصر. مصر بلد الامان، مصر ده هي بلدنا عظيمه عظيمه عظيمه. طلعنا والله العظيم ما طلعنا الا على الحب، والله العظيم ما بنكره بعضينا ابدا. وعندي لو خلافات تبقى خلافات بسيطة، لكن بنحب بعضين، والله بنحب المسيحي وبنحب بعضين وبنحب المسلم وبنحب جيراني. فاحمدوا ربنا اللي انتوا في مصر، وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. أخوكم عبد الرحيم الشندويلي بعيد على كل إخواتنا المسلمين والمسيحيين، واحتفلوا في الأمان اللي احنا عايشين فيه، واحتفلوا في مصر إن هي عظمة مصر ودي مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الرحيم.